صدر قرار في 10/1 السنة هاي من مجلس الوزراء بعدم تثبيت أي عقد من عقود هيئة تسوية الأراضي والمياه، وهذا حق طبعا لجميع الموظفين. كثير موظفين مظلومين بهذا القرار، لأن في موظفين تثبتوا وفي أجدد منا وإحنا أقدمية يعني، ومع هيك القرار شمل جميع العقود إنما إلهم أي حق في التثبيت، وهذا طبعا حق مثبت في القانون، وحقنا إن إحنا نيجي نعترض على هذا القرار اللي طلع على أساس إن نلغيه ونسقطه. مطالبنا بدنا نلغي هذا القرار، وبدنا حقنا في التثبيت ونتثبت، مش بس يلتغي القرار كمان احنا نتثبت، لان احنا صبرنا كثير، لنا اقدميه، لنا سنين بنشتغل، اجوا ناس كثير بعدنا توظفوا وتثبتوا، احنا بننتظر كل مره بيوعدونا وعودات وما بيلتزموا فيها، احنا المره هاي جايين نطالب بالتثبيت رسمي، يعني بدنا قرار تثبيت. حكيت لها ان قرار مجلس الوزراء في تاريخ 10/1/2022 صدر قرار بعدم تثبيت اي موظف في هيئه تسويه الاراضي والمياه، وهي مش يعني ضرر كبير علينا، احنا عندنا عائلات وجايين نطالب حقنا وحق عائلاتنا. صدر قرار من مجلس الوزراء كان جائر بكل بنوده، يعني اول شيء منع حق الموظفين في التثبيت، ثاني شغله كمان عندك انه لما صدر القرار كان بس مدة الإنهاء التسوية 18 شهر، و 18 شهر غير كافي إنه يتم عملية إنهاء التسوية فيها. عندك لما منعوا حق الموظف في التثبيت، إحنا جنود مجهولين قاعدين نشتغل في التسوية، نتعرض سواء من جنود الاحتلال بتهجموا علينا، قاعدين بنحمي في أرضنا اللي إحنا بنطالب في حقها، وهم بيمنعونا ما بيشجعونا، بيمنعونا من حقنا في التثبيت. فإحنا بنطالب إنه يلتغى القرار جملة وتفصيلة، ولا بند من البنود كان في حق من حقوقنا. احنا جنود المجهولين، واحنا اللي بندافع كادين عن حق المواطن، عن حق المواطن بكل تفاصيلهم. احنا حقنا حق الارض هذا اللي احنا بنقاتل عليه، احنا حقنا في التثبيت، وحقنا بانه احنا نرتاح نفسيا، انه احنا الامان الوظيفي اللي يكون فيه الامان الوظيفي. فاحنا بدنا يلغوا القرار، واحنا بنعتصم لأجل أنه إلغاء القرار هذا، رح نضلنا نعتصم له موجودين هون لحد إلغاء القرار. إحنا توجهنا للطالب بحقنا بخصوص القرار الصادر عن رئيس دولة الوزراء بعدم تثبيت موظفين الهيئة، وهذا باعتبارنا قرار باطل، ومنطالب دولة رئيس الوزراء دكتور محمد إشتيا بالتراجع عن هذا القرار، وفقط احنا نطالب بهذا الحقوق. وقبل شوي دخلوا لجنة يعطوهم كافة النقاط المقترحة من قبلنا، يوصوها لدولة رئيس الوزراء، واحنا ان شاء الله بانتظار القرار الذي يصدر.